السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوان والأخوات متابع قناة تربية الماعز، معكم أخوكم عبد الحميد، تحياتي لكم جميعا وأتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في ألف صحة جيدة إن شاء الله. وراني جيت هنا لدى المزرعة الجديدة كما كتشوفوا، أنا نوريكم دابا هنايا كيف داير الدنيا، راه مختلفة تماما على البلايص الأخرين فين كنت. وهنا الراعي راه مازال موجود، خير موجود تبارك الله. هنايا تابعوا الفيديو ونتمنى ينال إعجابكم إن شاء الله. هانتوما الإخوان كما كتشوفوا، راه هي المزرعة الجديدة فين جيت دابا، راه هنا كنسكن. وهنا راه منظر آخر مختلف تماما على البلاصة فين كنت. هنا راه كاين بزاف هذا الدوم موجود، راه دابا فيه تبارك الله داك فيه داك غاز كما تيقولو عندنا في البلاد، عندنا في البلاد. والماعز دابا كيما كتعرفو ديما البلاصة الجديدة راه كيبدا عيجر. ما عندهم الماكلة الخير موجود، واني خصهم تا يضربو واحد اليومين هنايا عاد باش يولفو هنا تاني ويعرفو شنو كاين هنا عندهم، اش من ماكلة اش من رعاة عاد باش يتهدمو. هنا ما شاء الله راه الطبيعة جميلة، هنايا راه التركال، دار التركال الواجهة اللي كتشوفو هنا عندي عند الجهة فين كنسكن. إن شاء الله كما كتشوفوا راه راعينا هاد الأعشاب ديال العام الفايت، هاد العشب هذا راه كبير هنايا. كانوا العودات هنا فاش ديت أنا المعز، ديك البلاصة فيها العودات خليت العودات هنا، وإني ما رعاوش بزاف هنا. إن شاء الله راه هادشي كتير الماكلة، كتير الماكلة. قرب لهاد المزرعة هاد كاع اللي كنت فيهم راه مختلف فيهم، مختلف فيهم المنظر من جهة إلى أخرى، مختلف فيهم المزرعة إلى أخرى، مختلف فيهم المنظر والطبيعة. هنا اللي موجود هو الزيتون، ديال هاد الشجرة هادي لي هنا كتبان راه ديال الخروب، هاد الخروب هذا بري ماشي هداك الخروب لي كيدير الخروب، مكيديرش خروب. هاد الشجرة ديال البلوط هنا، الشجرة هاد البلوط راه حلو، شوفوا المعزة وغادي تيجري قلب على البلوط، البلوط والزيتون هذا هو واش يقلبو، شوفوا الشجرة بداو يتجري. راه غدا ان شاء الله غنعزلوهم، غنعزلو الدارة، نعزلوها على اللي نعزلو الدارة على اللي ما ضاراش. الدارة نخليوها في الكوريت، نبدا نعطيوها العلف ان شاء الله تكون واجدة على حساب
حساب دابا على حساب الولاده، تكون صحه جيده ويكونوا مرتاحين ان شاء الله باش يولدوا جديان مزيان ان شاء الله صحه جيده. نوريكم داك الغاز ديال الدم ما شاء الله، راه هنايا كاين كثير. هو كما كتشوفوا تبارك الله ما شاء الله. غنزلو الفحولة ان شاء الله تا هما. هاد الايام الجاية غتكون الخدمة ان شاء الله، تكون الخدمة زايدة شوية في مرحلة الولادة ولا قبل مرحلة الولادة. سيبدا العزيل وبداو نعزلو الفحولة، نعزلو اللي ما ضراش. كما كتشوفوا راه اللوز هنايا كاين جنانات ديال اللوز وكاين تا الزيتون. هاهو الروكي كما كتشوفوا راه تا هو ها كان هنا عندي في الدار، عاد خرجتو اليوم توحش العام تا هو. ولي دوز واحد العطله مزيانه الراحه والماكله، ارتاح مع راسو. لايك راه خليتها في الدار حتى هي باش ترتاح شويه، عطيتها حتى هي كونجي. الكلاب ضروري عند الراعي خصو يكون واحد ثلاثة على الأقل، يكونوا جوج باش لا مرض شي واحد فيهم ولا جرات له شي حاجة تلقى واحد سكورة على الأقل. هيكا 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 روكي هيكا لايكا هتلا هيكا روكي هتلا باباخ هيكا هتلا باباخ علي هناكي هناكي روكي 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 فين هيكا بوريا هيكا بوريا هيكا بوريا venga venga Rocky venga para arriba vítela vítela para abajo vítela para abajo vale ven aquí.